متوقع باش تكون مقابله تنافسيه وكنا قلنا الشيء هذا قبل المقابله لازم نكونوا جاهزين سورتو نفسانيا ماهوش سهل باش تسترجع القوه نتاعك مباشره بعد ديبلاسمون نتاع بركان. الحمد لله النقطه هذه نجحنا فيها بدينا كما يلزم. الشوط الاولاني كانت فيه سيطره ميدانيه امتلاك كره كبير كانت العديد من الفرص كنا مطالبين في الاوقات القويه نتاعنا يلزمنا ناخذوا الاسبقيه على مستوى 1-0 ولما لا اكثر. ابارتي دو لا وقت ما تسجلش ماكش في مامن على كونتر ولا على اكسبلوا ولا بلاريتي. الادفرسير سجل على بلاريتي بيلانتي وبعد كنا مطالبين اختبار لنا اسكو فما رياكسيون فما بيرسوناليتي فما كاركتير فما رياكسيون دوم تاع امور بروبر تمس. هذا كل شفناه في بعد الانا زيرو المردود طلع كل واحد زاد دوبل ليفور وخاطر اخر تبدا مهزوم يلزمك تضاعف المجهودات. الاولاد الكل ضعفوا المجهودات تعدينا على مستوى 1-1 ثم 2-1 وكانت عندي عندنا زوز ولا ثلاثه وضعيات بوتو كنا نجموا نمشيو للتروزان. تعاملنا مع المقابله من الأربعة 4-3-3 مشينا ل 4-4-2 من بعد رجعنا 4-2-3-1 كملنا فيك 5-4-1 كنا مطالبين باش نتاقلموا مع 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 السكور مع مع لي شونجمون تاع الادفيرسير. الاولاد ما قصروش كانوا رجال كانوا فريمون في المستوى. نهديو المقابله هذه للجمهور نتاعنا العزيز اللي كان كالعاده سوتيان كبير وساند الفريق نتاعو وعطاهم طاقه كبيره وان شاء الله نواصلوا التطور ونخدموا اكثر خاطر فيه مجالات يلزمنا نصلحوها. كوتش غياب جديده اختيارات من المدير الكبير من اداره الرجاء خابا قاعد يعمل في دي بيرفورمانس كبار على مستوى تسجيم قاعدين نواصلوا معاه. رحيمي زاد كيف بن جديده الى لا مع المجموعه دونك في وقت من الاوقات نعملوا دي شوا. اهم شيء اللي كانوا الرجاء قاعده تقدم واهم شيء اللي كانوا اللاعبين قاعدين يطوروا. كوتش امتداد زكريا الوردي انت من كنت وراء امتداد ام رئيس فريق الرجاء؟ جو بريفير اللي كانوا الموضوع نتاع الانتدابات وقت تبدا امور ولات رسميه نحكي فيه اليوم سي كونفيرونس نتاع بعد المقابله يجي وقت ونوضحوا الملفات كل ان شاء الله.